أحبائي متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية وراحة البال. هذه الحلقة غادي نتكلموا على مدرسة القنارية، هذه المدرسة اللي تشيدت في عهد الحماية الفرنسية على أرض كترجع ملكيتها لأهل الشيخ ماء العيني. كتواجد الطوالة ديال القنارية بجوارها من الطرف الآخر ضريح الماء العيني بجانب درب سيدي بولوقات حي رياض الزيتون القديم. كتعد تحفة فنية رائعة، كانت بها ساعة شمسية وصورة نحاسية للملك محمد الخامس، كان بها مجموعة من الأساتذة الأجلاء كالسي الحسان، سي مونير، سي بلهاشمي، سي قدوم، سي حسان، سي المرماري، سي الحبابي، سي حسن مول الطربوش، بن الطاهر، نجيز، سي إبراهيم أبو فارس، سي رشيد، بلغالي، نصيري، الروداني، سيدة فاطمة المسعودي، أستاذة خديجة بوزيان، البلغيتي، السي المكاوي والسي القريشي، الأستاذة سلوى، الأستاذة نزهة، أستاذة صباح، أستاذة حبيبة، والسي السقاط. ومن الفرنسيين كان مغاش وميلون، وكان مدير المدرسة آنذاك اسمه السي عبد الله اللي كان كيعلن على أوقات الاستراحة بنفسه وبصفارته، وكان آخر مدير بها قبل الإغلاق السي المعتصم رحمه الله. أما حارس المدرسة كان هو السي أحمد العطواني اللي كان ديما المشحات ديال الزيتون ما كيفارقوش في التيه كيهيب به، وكان الأخ ديالو هو طباخ المدرسة، خرج منها نخبة من الشباب المراكشي المعتبر. أغلقت في سنوات الثمانينات وما معروف السبب اللي أدى لإغلاقها. كنت منا نكون لممت ولو بإيجاز نبدأ على هذه المدرسة حتى نتلقى بكم في حلقة مجية بحول الله مع قوته. دعموا قناتكم بالانضمام وفعلوا الجرس باش يوصلكم أي جديد. لكم خالص المحبة والتقدير.